بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نزولا عند طلب بعض أصدقاء وبعض المتتبعين للشأن المحلي بولاد حمدان، بالأخص في موضوع كهرباء ديال دوار الرمولة، ولا كنقولوا دوار الرمولة اللي باقي بلا ضوء وهو الدوار الوحيد. بزاف ديال الإخوان طلبوا منا نوضحوا الحقيقة باش المغالطات اللي كتنشر يتوضع لها حد. انا كنأسف كيفاش الانسان يقدر يكذب على الحيين اللي باقين كيشوفوه يوميا وكيكذب عليهم. في هذا الاطار غنوضح اكثر الكلام ديالي. دوار الرمولة هو الدوار الوحيد في ولاد حمدان اللي ما شملاتوش الكهرباء. هنا كيتطرح السؤال، علاش هاد الدوار ما شملاتوش الكهرباء؟ السؤال اللي مأهل يجاوب عليه وهو العضو ديال هاد الدائرة الانتخابية، هو اللي عارف علاش النهار الأول في هذيك الدائرة داروا دوار أخر أو دوار أخرين وبقى هذاك الدوار، علاش تقصى؟ الأسباب تقدر تكون معقولة ولا ما معقولاش، المهم هو الوحيد اللي قدر يجاوب على هاد السؤال. أما فيما يخص الولاية الحالية فالجميع كنقصد الأعضاء طالعوا على فين وصل الملف ديال الكهرباء ديال دوار الرمولة. أولا دوار الرمولة الكهرباء ديالو حاليا موضوع شراكة مع جهة الدار البيضاء السطات، والنائب ديال هاد الدائرة الانتخابية اللي فيها دوار الرمولة راه على علم بهذا، ورغم ذلك باقي كينشر المغالطات من قبيل نستفسر عن ما قال الصفقة ديال الكهرباء وما عندناش أجوبة. هو على علم كل شيء، كيف قلت الكهرباء ديال دوار الرمولة حاليا الجهة تكلفات بها وراء الشراكة تعرضت على المجلس. أما فيما يخص الصفقة اللي كانت دارتها الجماعة مع واحد المقاولة لتمديد الكهرباء اللي كان داخل ضمن ديالها دوار الرمولة، فهاد الصفقة الشركة تخلات عليها، وشرحنا مرات في المجلس الجماعي أمام السلطة هاد الحيتيات، وشرحنا بأنه درنا الإجراءات اللازمة وراها انتهت لحد الآن. هذيك المبلغ اللي كان مخصص للصفقه بما فيه هاد دوار الرمولة غادي يمكن لنا ديزونكاجا من النظام المالي، وغادي نبرمجوه على حساب القوانين اللي باقه، وعلى حساب يعني بطبيعه الحال بعد نقاش المجلس اللي غادي يحسم في هذه المساله. اذا لا داعي نبقاو نقولوا مراوغة الرئيس او لا دوار الرمولة ما شملاتوش الكهرباء، لان كاين هناك خبز سياسي مارسه من اقساهم في البداية، اللي قساهم والعضو المنتخب ديال هذه الدائرة راه كان نائب الرئيس، كان نائب الاول رئيس، وكانت الاغلبية ديالو في الولاية الممتدة من 2009 ل 2015، خصو يخرج يشرح للرأي العام، يخرج بوجه مكشوف ويشرح للرأي العام علاش في هذيك الولاية ما تمتش كهرباء دوار الرمولة، في العوض ما يعاتب أو يكذب على رئيس اللي يلاه تولى زمام الأمر في نهاية 21، يعني في ولاية اللي يلاه حاليا 18 شهر أو لا قريبين العامين، ودرنا مجهودات كبيرة، ضفنا اعتمادات مالية كبيرة بزاف على أساس تدخل الكهرباء الدوار الرمولة والكوانين اللي باقا ما مستافداش، ولكن ملي الجهة خطات لنا المشروع وتكلفت به الحمد لله الأمور غادية في المجرى ديالنا. إذا لا داعي باش نكذبوا ونقولوا الحوايج اللي احنا عارفينهم ماشي حقيقة ونفعلوا نخلقوا وقائع ونشوهوا الناس. الإنسان يكون راعي شوية ويحشم، وعلى الأقل ما يبقاش يكذب على الحيين.